وأيضا تنضم إلينا مفادة تلفزيون المصري من هناك ريهام أديب. ريهام برحب بك وحدثيني عن جلسات اليوم الأول وفعاليات المنتدى بشكل عام. اهلا بيك يا هبه. والحقيقه النهارده طبعا زي ما احنا تابعنا انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق اشاره البدء لفعاليات المنتدى في النسخه الرابعه. طبعا زي ما تابعنا في كلمه السيد الرئيس انه اكد على ضروره الحوار، وانه الحوار هو الاساس، لانه من الطبيعي ان يكون هناك اختلافات بين الثقافات، والحقيقه هو ده اللي بيقوم بيه منتدى شباب العالم، انه بيعتبر منصه للحوار الدولي، هو محفل دولي ثري للغاية بمختلف الثقافات الموجودة فيه بين شباب من جميع دول العالم، ملتقى للحضارات بشكل كبير جدا. وأيضا السيد الرئيس وكما تابعنا في الكلمة الافتتاحية الخاصة بإطلاق إشارة البدء للمنتدى في النسخة الرابعة أكد على أنه الحوار هو الأساس لحماية الإنسانية من كل الأزمات التي تحيط بها بشكل كامل، وأنه هذه المرحلة هي مرحلة في غاية الأهمية، أكد أيضا فيها على أنه الحوار هو الأساس. طبعا من خلال الورش التحضيرية اللي كانت موجودة في اليومين اللي كانوا بيسبقوا الافتتاح اليوم، الحقيقة كان هناك الكثير من الموضوعات المعنية بالأساس بكل ما يتعلق بما بعد جائحة كورونا، عالم ما بعد جائحة كورونا. طبعا المنتدى في هذه النسخة يعني ليه أهمية وليه خصوصية، أنه بينعقد في ظروف استثنائية، تحدي كبير جدا بيواجه العالم كله وهي جائحة كورونا، وبالتالي المنتدى بيتخذ كل الإجراءات الاحترازية من كل من يحضر فعاليات هذا المنتدى، بداية من السفر من يعني من كل البلاد وكل بلاد العالم، طبعا الشباب الذي يأتي من كل دول العالم المختلفة، وحتى الوصول إلى المطار هنا وكل الإجراءات الاحترازية في داخل المنتدى. أيضا الفعاليات الخاصة بالجلسات المختلفة معنية بشكل كبير بكل ما يتعلق بما بعد جائحة كورونا، عالم ما بعد جائحة كورونا، الرعاية الصحية مستقبلها، كذلك أيضا التداعيات السلوكية والتداعيات النفسية لما بعد جائحة كورونا، التعليم فيما بعد جائحة كورونا، التحول الرقمي، التكنولوجيا ومستقبلها، مستقبل أيضا الريادة، ريادة الأعمال، والكثير من الملفات المتعلقة فيما بعد جائحة كورونا. كمان في الكثير من الموضوعات الأخرى اللي بتعتبر محل اهتمام مشترك بين الثقافات المختلفة وبين الشباب، زي طبعا ريادة الأعمال، زي طبعا الكثير من الحديث عن استدامة الأمن المائي، أيضا التجارب التنموية لمكافحة الفقر، مبادرة حياة كريمة اللي بتحتل اهتمام كبير جدا من قبل الحضور، وأيضا إشادة من جميع المؤسسات الدولية لأنها بتساعد في تحسين حياة المواطن بشكل أساسي، وغيرها الحقيقة من الملفات المهمة جدا اللي هتكون محور الجلسات اللي هيقوم عليها إن شاء الله المنتدى خلال اليومين القادمين. وزي طبعا ما إحنا دايما كنا متابعين في النسخة الأولى والثانية والثالثة، إنه دايما في فعاليات مرتبطة بمنتدى شباب العالم زي مسرح شباب العالم، منصة الإبداع، وكمان المنصة الخاصة بريادة الأعمال. النهاردة إن شاء الله مساء هيكون في مسرح شباب العالم اللي هيكون ليه تميز خلال هذا العام، هيكون في الجديد إن شاء الله اللي هيقدم. كمان من أبرز ما يميز منتدى شباب العالم في النسخة الرابعة إنه في اهتمام دائم بإن يكون في تنظيم لنماذج المحاكاة، إن شاء الله هذا العام سيتم تنظيم نموذج لمحاكاة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. الحقيقة طبعا يعني من خلال يعني الفعاليات اللي كانت بدأت من يعني في الورش التحضيرية، وأيضا فعاليات اليوم الأول اللي تابعناها طبعا مع الجلسة الافتتاحية أو افتتاح المنتدى، هناك حضور بعدد كبير جدا، هناك إجراءات احترازية كثيرة جدا أيضا، وهناك اهتمام بكل الملفات التي سيتم الحديث بشأنها، واللي هيكون الحقيقة يعني تعبير حي عن أنه الحوار هو بالفعل أبرز وأهم وسيلة بين الثقافات المختلفة، وده اللي بيهدف إليه منتدى شباب
كتاب العالم في نسخته الرابعة وطبعا في النسخ الثلاثة السابقة. إليك هبة. نعم، إذن الشباب هم قاطرة المستقبل حول العالم. هذه الفعالية الكبيرة على الأراضي المصرية ستخرج بالكثير من التوصيات الفاعلة من هذه الطاقة لشباب العالم. أشكرك مفادة التلفزيون المصري ريهام أديب إلى فعاليات منتدى شباب العالم.